الوالد ديالي سي ان كولونيل في الميليتير متقاعد بيان سور كانت عادي الصحه ديالته ما عنده حتى شي حاجه عنده ديابيت ما سي با ميشان ديابيت هادي سيني هو منو زعما بحال بزاف ديال الناس جا اماليز متبع بيان سور عند البروفيسور بوستان جا اماليز نهار الخميس عيطنا للبروفيسور ما لقيناش كان مسافر ديك الساعه التليفون ديالو تيقول لك راه في الطياره عيطنا للكلينيك للكابيني ديالو لاسيستون ديالو قالت لي هزي باباك ديه للكلينيك لونشا راه تما فين كيديروا كاع لي باسيون ديال البروفيسور بوستا وانا كنقول لها نعاود البروفيسور بوستا الله يعمر هضر سي ان تخي بون بروفيسور مالوغوزمون حتى خدم مع هذوك الناس لانهم تيمشيو تما كيدبحوا المغاربه كاملين حيت بابا ماشي هو الاول وانا ما بغيتوش يكون هو الاخر كيدبحوا الناس تما ملي دخل بابا دوا معايا طب انا مالوغوزمون هذاك النهار ديال نهار الخميس كان الطريق مقطوع انا ساكنه في دار العزه الطريق مقطوع ما يمكنليش باش نجيلو ماما بوحديتها هزاتو في الطوموبيل داتو لهم ملي دخل عيط ليا العزه بيان سيغ مستقبل كيستقبلوه مزيان مو كولونيل مو كولونيل دخلوه داروا له السيروم داروا له باردون داروا له الاكسجين قلبوا له السكر لقاو فيه 4 غرام عيط ليا الميتة قال لي راه عنده 4 غرام وراه عنده نقص في الاكسجين دابا حنا راه غادي نخليو له الاكسجين مركب وراه غادي نديرو دي سكانير وديرو دي راديو وراه غيبات لينا عندنا راه غيبات في الرياناسيون قلت له ما كاين مشكل دير اللي عليك المهم انه بابا باش يتعالج وقلت له شوف راه خليه راه بالليل الخميسه وقلت له كان ينزل المطار غادي يجي عنده راه الكابيني ديالو هما اللي سيفطو بقيت متبعه وكان معايا زعما في الاول كان ظريف سولتو جوج مرات على السميه ديالو هادي اللي دخلي فيها الشك جوج مرات سولتو على السميه ديالو تيقولها ليا بحال مخرقه المهم سير الميتا من بعد عرفت بانه سير الميتا انيستيزيست اللي كان في كلينيك لوشا لو سات ملي صافي هو تكلم قال لي صافي راه هو اللي بغاشي انا قطعت معاهم شويه كتعيط ليهم قالت لي راه عيطوا ليا الاداره هنا عندهم ما عرفتوش واش بغاو راه بغاو من عندي شاك ما شاك ماما عندها شاك ديال 5000 درهم اللي ما عمرو بابا تنقول لهم هاك الشيك ديال سامي 5000 درهم قالت لها السيده انا اللي في لاكونتابيليتي ملي دويت معاها شنو كيطلبوا من ماما هذه هي الجريمه الكبيره كيطلبوا من ماما باش تعطيهم الشيك ديال 30000 درهم الو واش هذا القانون كاين في البلاد واش هذه تيني وحنا كنتحاربوا مع هذه القضيه هذه واش كيمشيو الناس هبا كنطرح على قبل هذه الشيك هذه الشيك دو كارونتي نورمالمون القانون كيحافظ الدروم ممنوع على الواحد اللي يعطيك وممنوع حتى اللي ياخذ واش كون كانت ماما انا بوحدي غادي تشد من عندهم هذاك الشيك دو كارونتي غير تسنى دايره الجريمه هي وهما غادي يسيدوها هي راه غادي يمشي فيها هي السيده ماما انا تنقول لك ماما فام فوي ربات منزل ما عندهاش كونت بانكير ما عندهاش شيكين ولا شحال بغات تعطيهم شيك زعما الكارني ديالو تيقول لك تقول لا انا بغيت شيك ديالك انت كارتي ملي دوات معايا قلت لها الله يخليك دابا غير شدوا لي بابا انا غدا الصباح نكون عندكم يتسلق الطريق ونرجع قالت لي شوف انا قلت لها شوف راه بروفيسور بوستا جا عندو قالت لي انا خارجه على الاطباء انا هنا عندي تعليمات باش اللي دخل كاشد عندو شيك كارتي السيده اللي كانت في لاكونتابيليتي لو سات كلينيك لونشون هي انا ماشي تنقول لها فوق ديالها فوق ديال التعليمات اللي جاتها من فوق عاد حيد التعليمات باقي ما تحيدات دونك هادو سي المسؤولين ديال كلينيك لونشون هما اللي كيطلبوا هاد لي شيك دو كارونتي ملي قالت لهم انا ما عنديش شيك ما عنديش كارني ديال شيك قال لها خصك تديه دير شي بلاصه اخرى ملي دوت معايا قلت لها شوف راه بابا راه عنده لا ميتيود ديال الميليتير قالت لي حنا ما كنتعاملوش مع الميليتير دونك هاد السيده هادي عندها التعليمات باش تحتاق الميليتير هادشي باش تنقول لها حتى لوبيتال ميليتير ولا المقاص ولا اي واحد ما يتقنوا لي دافع علاش هاد الناس هادو علاش تحت ما عطاتش بلا ميتيال ديالهم قالت لي حنا ما كنتعاملوش معاهم دونك ما بغاش حتى على قبل باش يقيدوا في لاميتيال وعطاتهم ماما لا كارت ديال لاميتيال ديالهم ما بغاش يشدوه قال لها خصنا ان شيك دو كارونتي من بعد قال لها خصك تهزيه ناضو ديبرونشوه قال لها عطينا 400 درهم ديال هاد الشويه ديال الاكسجين اللي عطيناك عطينا 400 درهم قلت له اودي انا ما هزتش معايا فلوس هاك الشيك فيه 5000 درهم خذ 400 درهم وعطينا امبولونس فيها الاكسجين باش نهز راجلين نديه لكلينيك اخرى قال لها لا هاد الشيك ما بغينا الشيك ديالو بغينا الشيك ديالك انت علاش حيت كانوا عارفين انه غادي يديبرونشي وغادي يقتلو ناضو ديبرونشو ملي ما عندهاش 400 درهم حيدوا لها لا كارت ناسيونال ها الجريمه الثانيه اللي حيدوا لها لا كارت ناسيونال ديالها على قبل ديك 400 درهم وديبرونشو بابا وهزوه بحال خشبه بحال لعبه بحال ما عرف بحال شي حد ما عرفش هزوه وحطوا لها في الطوموبيل زاد فيه شنو مشات بها الروح قالت هي غاديه به ما عرفتش كاع الروح ديالها شنو طاح لها بال معنا راه السول كلينيك ديال البوليكلينيك ديال سيرسيس اللي كاينه في المغرب وحده هي اللي ما كتشوفش كاع الشيء اللي كاعطي دارت تما كنوصل القاب ديال جاميز انا اللي بغيت نسولي واحد السؤال فينا واش هاد الاطباء ملي كيعديو القصام
كيديو القصب كيديو القصب هذا هو القصب هذه راه كتسمى جريمه هذه راه كتسمى شدوه قتلوه عرفتي شي واحد تيكون كيتنفس وكتحيدو الاكسجين وكترميه انا اللي بغيت نعرف اللي كنطلب المسؤولين هي غير يفكروا بابا مسكين فهذيك الدقيقه اللي كان يلاه النفس كترجع له ديبرونشاه وخلى بماس بغيت انا غير الانسان اي واحد سمع هذا الصوت ولا سمع هذا الفيديو يدير بلاصتو وبلاصت بابا وانا عارفه بابا ماشي بوحدو عارفه بانه كاين مئات ديال المغاربه اللي كتعاني من هذه القضيه هذه واش هادشي ما باقيش بقى يحبسوا منه واش باقي تيقتلوا الناس واش عباد الله شك دوك اخوتي علاش اشوف بربر بغيتو تديو الناس للحبس ما فهمتش علي مثلا هاد السيد هذا سي تان كورونيل راه زعما راه لي سوفار كيمكن له يخلص راه باسيون ديال بروفيسور بوستا بروفيسور بوستا اللي كبير واش هادشي حتى شي حاجه حتى شي حاجه ما بان لهم كارونتي بان لهم هي شاف دو كارونتي ديال ماما واش هذا حق وانا اللي كنطلب من هادشي كله بغيت انا هاد الصوت هذا انا ما باغا لا فلوس لا تعويض لا حتى شي حاجه بابا مشى اللي غلا من الدنيا كلها بحال ايها الاباء انا بغيت هادشي يتحبس بغيت يكون هو اخر واحد اخر ضحيه في المغرب بغيت كاع الناس اللي يلعبوا اللي وقع لهم بحال هكا يتجندوا معايا ونوقف في المحاكم ونمشيو للرباط ونمشيو للمينيستر دو سونتي ونمشيو لهاد الجمعيه هادي اللي كدافع على الجمعيه اللي كدافع على الناس اللي كدافع على لي كلينيك ما كيهضروش هاد الاطباء هادو ما داروش القسم لانه خصهم يعتقوا الارواح نوضو تيقتلوا الارواح انا اللي كنصب طلب واحد وهو الصوت يوصلنا يا سعاده يا جلاله الملك سمعنا يا جلاله الملك سمعنا راه بابا كان ميليتير راه بابا حارب راه بابا كان في المقاس وهو المقاس جاني غاد لا كوميسيون سانيتير راه اول طياره مشات للصحراء كان فيها بابا بابا راه مشى للسمع ديالو بابا راه 43 زون دو سيرفيس بابا راه حاضر معاكم الصحراء وكيجيو السيفيل كيحيدوا له الاكسجين تيقتلوه قتلوه انا كنقول اعمر بيد الله ايا ولكن السبب انا كنقول قد تنقولها وكنعاودها بغيت اي واحد يسمع هذا الصوت هذا يحس براسو داك الاحساس اللي حس ليا بابا وهو كيتحيد بالاكسجين شي واحد كيتنفس وانت كتقتل فيه غير بابا ان لله وانا اليه راجعون والله يعطيهم الحق انا عارفه مشى شهيد حيت كان ميليتار حيت حرر الصحراء وحيت حاضر في المغرب ومشى شهيد حيت مات مقتول حيت قتلوا هذوك القتله ديال كلينيك لونشون لا كلهم وماشي اول واحد اللي بابا اللي كيوقع انا باقي هادشي باش يتحبس يتحبس على المغرب كله ويبان الحق وتحبسوا لي شاك دو كارونتي علاش باقي القانون علاش باقي القانون خلوهم ما كيعاقبوش حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله مصلحه ديال القوه المسلحه الملكيه المصالح الاجتماعيه نعم واش كاين شي تدخل كاين شي لا باقي واش وصل الصوت حنا راه وصلنا راه وصل في كندا هذا الفيديو راه الناس كاع تفاعلوا معاها ماشي تنقول حيت انا ولكن انا ما غاديش نسكت هي الاولانيه انا وحق لا اله الا الله محمد رسول الله لا سكت حتى يبان واحد الحق حتى يكون واحد حتى يتحبس هذا الشيء حتى يتحبس تيكون غير هذيك راه كاين خصها تعاقب على هي الاولانيه هذيك اللي خصها تعاقب انا ما غندير لا محامي والو بيدي غناخذها ومع المغاربه كاملين خصها شي وقف حيت ماشي انا الاولى وما بغيتش نكون انا هي الاخرى بغيت نكون انا هي الاخرى انا ماشي الاولى ولكن بغيت نكون انا هي الاخرى واي واحد عنده هاد المشكل وما راه مئات واش هو الاول راه يلا عاد مات عندهم واحد يلا عاد مات جورناليست عندهم ما بقاش يتحبسوا ما فهمتش لا بغيتي نفهم علاش بالنسبه للمندوبيه ديال الصحه استاذه نعم مازال ما كاين مندوبيه الصحه لا و مندوبه الصحه انا كنتسناهم شنو غادي يقولوا نهار الثلاثاء حد الساعه باقي ما اتصل بيا حتى شي حد وغيكونوا كلشي هادشي شافوه نعم استاذ سمعنا بانك ديري شي وقفه تما معلوم فوقاش ان شاء الله هاد الاسبوع انا عيطك انا ان شاء الله هاد الاسبوع ان شاء الله والناس راه تفاعلوا الناس بيا ولا بلا بيا كيفاش نديرو تما وقفه نعم كاينين الناس غادي يديروا شي كلمه اخيره مطالب ديالك انا كنطالب بالحق وكنطالب بابا ما يمشيش هباء منظور مات ايه كاين الاجل ولكن السبب كان كبير بغيتي نشوف انا هاد القسم اللي كيديو هاد الناس واش صالح ولا ما صالحش ولا واش نيت انا داخليا شي واش نيت باقي كيعطيو القسم ولا مابقاش يعطيو القسم حيت واحد اللي كيقسم سيدي ربي واحد راه يمكن ما عرفتش شنو يمكن غادي يخرج كاع على القانون ولكن اي واحد اي انسان راه ما يمكنش واش ما يمكنش راه ما يمكنش واحد يتنفس كتحيدو الاكسجين راه ما يمكنش كيهزو بحال شي ولاد صغير وكيرمي في الطوموبيل
حيدوا لهم ديبرونشي هادشي اللي لهم ديبرونشي حكموا عليه بالاعدام هادشي بغيت نتحس هذا هو الحق اللي بغيت يكون هو هادشي بغيت نتحس وما انا مطلع مشى الاول الله الله صفر لله يا عم صفر شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك